بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهارده نبتدي مع بعض تاني جزء في الفيميل جينيتال سيستم، ونشوف مع بعض رحله البويضه بعد ما طلعت من الاوفري وراحت على تاني جزء عندنا الا وهو الفالوبيان تيوب، ونشوف ازاي ربنا هيأهل الفالوبيان تيوب عشان تقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها. وخلينا نقول مع بعض ان الفالوبيان تيوب بيبقى لها اسم تاني بقول عليها الاوفي داكت، او من اسمها القناة اللي هتحتوي على الاوفم او البويضة، او بيبقى لها اسم تاني بقول عليها اليوتيراين تيوبس بما انها بتبقى طالعة من اليوترس. خلينا اقول لك ان اليوتيراين تيوب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انبوبة ليها وول وليها تجويف، بتتقسم اناتوميكالي لاربع اجزاء. اول جزء اللي بقول عليه ال interstitial part، او اللي بنقول عليه الانتراميورال بارت، ومن اسمه interstitium يعني جوه التيشو، intramural يعني جوه الوول، يعني جوه الوول بتاع ايه؟ جوه الوول بتاع اليوترس. تاني جزء عندنا جزء بيبقى ضيق بقول عليه الاسمس، ودايما اي جزء ضيق بيتسمى اسمس. يعني اسمس ده مش حاجه خاصه بالفالوبيان تيوب، لا ده حاجه بتوصف اي جزء بيبقى ضيق، وده الجزء اللي هو ايه اللي بيبقى ملاصق لايه لليوترس على طول. تالت جزء عندي اللي بقول عليه الامبلا، وكلمه امبلا دي يا شباب برضو نفس الفكره زي الاسمس، دي عباره عن صفه وليست اسم، بمعنى انها صفه خاصه باي جزء في اي اورجان بيكون واسع. فالامبلا ده عباره عن جزء واسع بيبقى اوسع من الجزء الضيق اللي هو الاسمس. وخلينا اقول لك ان الامبلا ده المكان اللي بيحصل فيه الفيرتيلايزيشن بتاع الاوفم، او الاوفم فيه بتيجي وتتخصب بالحيوان المنوي. رابع جزء عندنا اللي بقول عليه الانفانديبلم، الانفانديبلم، والانفانديبلم ده بيبقى جزء عامل زي القمع كده فانل شيب، وبينتهي بصوابع بسميها الفيمبريا، والصوابع دي بتبقى لازقه على سطح الاوفري. ليه لازقه على سطح الاوفري؟ عشان تيجي تلقوا في الاوفم اول ما تطلع من الاوفري اثناء عمليه الايه، اثناء عمليه الاوفيوليشن. زي كده يكون صوابعك جت ايه، لقفت الكوره، ها كره اليد كده لقفت الكوره بايدك عشان ايه؟ عشان تمسك فيها. طيب خلينا نشوف الول بتاع الفالوبيان تيوب هيستولوجيكالي بيتكون من ايه. هنلاقيه بيتكون من ثلاث طبقات، اول طبقه اللي بقول عليها الميكوزا، تاني طبقه الماسكلوزا، وتالت طبقه اللي هي السيروزا الطبقه الخارجيه. نبتدي مع بعض باول طبقه اللي هي طبقه الميكوزا. ولو جينا بصينا على الميكوزا بتاعه الفالوبيان تيوب هيلفت نظرنا ايه؟ انها فيها فولدز، فولدز. الفولدز دي بقول عليها برايمري وسكندري وتيرشري فولدز. يعني ايه برايمري؟ يعني اول فولد كده طالع، ام الفولد البرايمري ده ادى فولد تاني بقى اسمه ايه؟ سكندري. ام السكندري ده ادى فولد تالت بقى اسمه ايه؟ تيرشري. معنى كده ان انا عندي ايه؟ الميكوزا هايلي فولدد، هايلي فولدد، خاصه فين؟ خاصه في منطقه الامبلا. وفكرك ايه فايده الفولدز دي؟ انا عندي قاعده في الهيستولوجي بتقول لي اي فولدز، اي بروجكشن، اي ريجولاريتي فايدتها ان انا بزود السيرفيس اريا. بزود السيرفيس اريا هنا لايه؟ لحاجتين. اول حاجه بزود السيرفيس اريا للمنطقه اللي هيحصل فيها الفيرتيلايزيشن اللي هي بتاعه الامبلا. تاني حاجه بزود السيرفيس اريا للسكريشن اللي هيطلع من الخلايا بتاعتي زي ما هنشوف بعد شويه. طب يا ترى الميكوزا دي بتتكون من ايه؟ انا عندي قاعده، اي ميكوزا عباره عن جزئين، جزء الابيثيليوم بتاعي وتحتيه جزء من الكونكتيف تيشو اللي انا بقول عليه اللامينا بروبريا، وساعات بيسموه كوريوم، كوريوم او لامينا بروبريا. طيب يا ترى الابيثيليوم بتاعي بتاع الفالوبيان تيوب عباره عن ايه؟ عباره عن المين تايب اوف سيكريتوري ابيثيليوم الا وهو السيمبل كولامنر. والسيمبل كولامنر ده خلي بالك بيبقى partially ciliated. يعني ايه كلمة partially ciliated؟ يعني بيبقى عليه شوية خلايا عليها سيليا وخلايا تانية ما عليهاش سيليا. يبقى اذا الابيثيليوم بتاع ده السيمبل كولامنر عبارة عن نوعين من الخلايا، نوع اللي هو ciliated كولامنر اللي عليه السيليا، والنوع التاني اللي هو
كولامنر بس ما عليهوش سيليا، فبقول عليه النونسيليتد سيكريتوري، يعني النوع ده اللي ما عليهوش سيليا هو ده النوع اللي بيبقى ايه، اللي بيفرز السيكريشن اللي انا قلت لكم عليه من شويه. طيب تعالى لي على السيليتد كولامنر، يا ترى ايه وظيفته؟ والله ده عليه سيليا، وانا خدت قبل كده قاعده في سنه اولى ان اي سيليا وظيفتها انها تحرك طبقه من الفلويد موجوده على السطح بتاعها. ايه طبقه الفلويد ده؟ اللي هو هيبقى سيكريتد من النوع الثاني من الخلايا اللي هو النونسيليتد سيكريتوري سيل، وهنعرف ايه فايده السيكريشن ده بعد شويه. خلينا اقول لك ان السيليا دي حركتها لما بتيجي كده تبيت بتحرك ناحيه اليوترس، يعني انا لو تخيلت ادي الفالوبيان تيوب اهو اللاينك ابيثيليوم بتاعها، بتيجي السيليا تقعد ايه تبيت، بيت يعني ايه، يعني تيجي تتحرك كده، ها، فبالتالي لما تيجي تتحرك تعمل ايه، ها، تحرك لك الفلويد اللي على السطح بتاعها ناحيه الايه اليوترس. طب يجي السؤال، هي ليه السيليا، ها، لما بتيجي تبيت بتحرك السائل ناحية اليوترس؟ يعني ليه ما بتجيش تعمل بيت الناحية التانية بحيث انها تحرك لك السائل الناحية التانية ناحية مثلا الأوفري؟ لا، ده بيقولك ان السيليا دي لازم لما تعمل بيت تحرك لك السائل ده ناحية اليوترس عشان حاجتين. اول حاجة، لان انا عندي مين قاعد في الفالوبيان تيوب؟ عندي في الأوفم، اللي هي لما هيجي خصبها الحيوان المنوي لازم تيجي وتقوم متحركة ناحية ايه؟ ناحية اليوترس عشان يحصل لها ايه؟ implantation او تقعد في الوول بتاع اليوترس. فبالتالي انا هنا بعمل ايه؟ انا باجي بالسيليا بحرك الفلويد بتاعي ده ناحية اليوترس عشان يحرك لي الفيرتيلايزد اوفم دي ناحيه اليوترس. زي كده فيرتيلايزد اوفم شبهها لك بالكوره اللي قاعده في الميه، فانت تيجي بتحرك الميه، فلما تحرك الميه الكوره جواها هتتحرك. فانا عايز احرك الميه دي ايه؟ عايز احركها ناحيه اليوترس عشان الفيرتيلايزد اوفم بتاعتي دي هي كمان تتحرك ناحيه الوول بتاع اليوترس ويحصل لها امبلانتيشن او تقعد في الوول بتاعه. فإذا يا شباب، أنا عندي دلوقتي الفيرتيلايزد أوفم اللي هي موجودة جوه الفالوبيان تيوب، هي محتاجة تتحرك بعد ما تخصبت عشان تروح على اليوترس. هتتحرك إزاي؟ هتتحرك بحاجتين. أول حاجة إنها هتتحرك بإيه؟ بحركة السيليا بتاعتي اللي هتحرك لك الفلويد ناحية اليوترس، وبالتالي هتحرك لك الفيرتيلايزد أوفم ناحية اليوترس. تاني حاجة، هتتحرك بالكونتراكشن بتاعة المصل اللي موجودة في الفالوبيان تيوب، اللي لما هتيجي بتكونتراكت هي كمان هتحرك لك الفيرتيلايزد اوفم ناحية ايه؟ ناحية الكافيتي بتاع اليوترس. يبقى كده عرفنا ازاي الفيرتيلايزد اوفم هتتحرك من اليوترس ناحية الايه؟ انا اسف، هتتحرك من الفالوبيان تيوب ناحية اليوترس بحاجتين، بحركة السيليا وبالمصل بتاعة الفالوبيان تيوب. طيب يبقى إذن أنا عرفت أول سبب ليه السيليا لما بتيجي تبيت بتحرك لك السائل ناحية اليوترس. عرفت أول سبب عشان يحرك لك الفيرتيلايزد أوفر. لكن في سبب تاني. إيه السبب التاني؟ إن هي لما السيليا تيجي وتحرك لك السائل ناحية اليوترس، تبقى حركتها ناحية اليوترس هتمنع لك ان اي انفكشن موجود في اليوترس ان هو يتحرك ناحيه الفالوبيان تيوب ومنه يتحرك على البيريتونيوم، لان احنا الجزء ده كله زي ما انتوا خدتوا في الاناتومي وزي ما انا قلت المره اللي فاتت في البرود ليجامنت اللي هو موجود في اليوترس، في الجزء بتاع الميزوفيريوم اللي هو بتاع الاوفري، وهكذا في كمان البيريتونيوم اللي محوط الفالوبيان تيوب. فاذا انا هنا بعمل ايه؟ بمنع السبريد او انتشار الانفكشن من اليوترس على البيريتونيوم، لان خلي بالك السيرفيكال واليوترس دول معرضين ان يحصل فيهم انفكشن، خاصه طبعا اثناء عمليه ايه؟ السيكشوال انتركورس المتكرره. ومش كده وبس، خلي بالك كمان ان الفالوبيان تيوب دي زي ما قلت لك هي انبوبه مجوفه ليها تجويف، فبالتالي من السهل ان اي انفكشن لو حصل فيها يروح على ايه؟ على البريتونيوم اللي حواليها.
طب ولو حصل ان الانفكشن راح على البريتونيوم، ايه الخطر في كده؟ بيعمل لك التهاب في البريتونيوم. وخلي بالك التهاب البريتونيوم ده بينتج عنه التهابات حاده، بينتج عن التهابات دي ان ممكن يحصل تلاصقات او بقول عليها تليفات. التليفات اللي بتحصل دي اللي بتحصل ممكن يحصل منها منع للحمل تماما، منع للحمل تماما، زي ما هتاخده ان شاء الله لما تيجي تدرسوا الجاينيكولوجي او امراض النساء في مرحلة البكالوريوس. فاذا يا شباب انا طلعت من الكلام ده كله بايه؟ ان السيليا بتاعتي دي اللي موجوده هتحرك طبقه من الفلويد، الفلويد ده هيتحرك عن طريق السيليا من الفالوبيان تيوب على اليوترس، وانا محتاجه ان هو يتحرك هنا ليه؟ عشان حاجتين، عشان يحرك لي الفيرتلايزد اوفم فالوبيان تيوب على اليوترس عشان تيجي الفيرتلايزد اوفم تقعد في الوول بتاع اليوترس، تاني حاجة علشان يمنع لي ان لو في اي انفكشن في اليوترس ان هو يروح على الفالوبيان تيوب ومنه على البيريتونيوم اللي هو ايه؟ اللي هو ينتج عنه لو حصل التهاب حاد ينتج عنه تلاصقات. اتفقنا؟ طيب نروح على النوع التاني من الخلايا عندي اللي هو ما عليهوش سيليا، اللي هو وظيفته ان هو يعمل سيكريشن لايه؟ للفلويد اللي انا عمال اقول وازيد فيه. وخلينا اقول لك ان السكريشن او الفلويد اللي عندي ده ما هو الا عباره عن ميوكس سكريشن. ايه وظيفته؟ فضلا عن ان هو الميوكس سكريشن ده بيساعد في حركه الاوفم عن طريق السيليا، ان هو كمان بيغذي لي الاوفم والسبرم بتاعي، بيغذهولي. تاني وظيفه للميوكس ده ان هو بيحتوي على كاباسيتيشن فاكتورز. ايه الكاباسيتيشن فاكتورز دي؟ دي زي المنشطات، منشطات للسبيرم بتساعده ان هو يتحرك لحد ما يوصل للاوفم علشان يخصبها. فاكرين الكاباسيتيشن اللي احنا قلناه او شرحناه في الميل جينيتال تراكت، وقلنا كلمه كاباسيتيشن معناها قدره السبيرم ان هو يتحرك ويوصل لحد البويضه علشان يخصبها. وقلنا ان السبيرم بيكتسب القدرة على تخصيب البويضة، على الحركة وتخصيب البويضة جوه الفيميل جينيتال تراكت، وقلنا ان السبيرم بيكتسب هذه القدرة عن طريق ان بيحصل ريموفال للانهيبيتوري فاكتور اللي كانت بتمنع الفاينال موتيليتي بتاعته، وفي نفس الوقت عن طريق تغيرات فيسيولوجية بتحصل في التيل بتاع السبيرم. طيب التغيرات الفسيولوجية والريموفال بتاع الانهيبيتوري فاكتورز جي بتحصل عن طريق ايه؟ عن طريق سيكريشن لمواد معينة في الفيميل جينيتال تراكت، ومنها الميوكز اللي بيفرز من الفالوبيان تيوب. ده بيساعد السبيرم ان هو يقوم بعملية الكاباسيتيشن اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت، واللي بينتج عنها الفاينال موتيليتي بتاعت السبيرم، فاكرينها الحركة اللولبية بتاعت السبيرم، واللي بيها هيتحرك جوه الفيميل جينيتال تراكت لحد ما يوصل للبويضة عشان يقوم بتخصيبها. اتفقنا؟ نروح على تاني طبقة عندنا اللي هي اللامينا بروبريا. واللامينا بروبريا هنا زي اي لامينا بروبريا عندنا بتتكون من لوز كونكتيف تيشو. وش معنى لوز كونكتيف تيشو؟ علشان يحوط لك الحاجة وما يخنقهاش. ايه الحاجة اللي موجودة هنا عايز احوطها وما اخنقهاش؟ الحاجة اللي موجودة هنا عبارة عن لارج نمبر من البلد كابيلاريز. طيب خلي بالك ان البلد كابيلاريز دي ما هي اللي عبارة عن برانشز من اليوتيراين بلد فيسل. اولا ايه فايدة البلد فيسل دي؟ فايدتها ان هي دي اللي هتغذي لي الابيثيليوم، بما ان الابيثيليوم ده فاسكولار. طب ايه اهمية انها تبقى عددها كبير؟ ليه؟ ما ممكن يبقى فيه بلد كابيلاريز زي اي بلد كابيلاريز في لامينا بروبريا، ليه هنا عددها كبير؟ بيقولك ان قبل الاوفيوليشن لما بيحصل انكريس في السكريشن بتاع الاستروجين، الاستروجين بيعمل انكريس في البلد فلو على البلد فيسل دي. فلما البلد فلو بيزيد فيها بيحصل حالة من الانجورجمنت في الفيسل دي. انجورجمنت يعني ايه؟ يعني بتيجي الفيسل دي وتقعد تتملى 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 بالبلد. فلما تتملى بالبلد ايه اللي بيحصل؟ بيقولك ان البلد فيسل خاصة في منطقة الانفانديبلم
بيحصل ان البلاد فيسل بتاعتها دي لما يحصل فيها انجورجمنت بتخلي الانفانتيبلم ده يبقى ريجيد. ريجيد يعني ايه؟ يعني يبقى كده ناشف ويزيد في الحجم، حاجه كده زي ايه؟ زي اللي احنا شرحناها في البينس في عمليه الايركشن او الانتصاب. قلنا ان بيحصل انتصاب نتيجه للانجورجمنت اللي بيحصل في الفيسل، فبينتج عنه ان الاورجان ده بيزيد بايه؟ بيزيد في الحجم. نفس الكلام هيحصل فين؟ في الفالوبيان تيوب قبل الاوفيوليشن مباشره، خاصه في منطقه الانفانتيبلم. هيحصل ان البلاد فيسل دي هيحصل فيها انجورجمنت تملى بالبلاد، فينتج عنها ان الانفانتيبلم ده هيحصل فيه ريجيديتي فيزيد في الحجم، فبالتالي يقرب من سطح الاوفري. فلما يقرب من سطح الاوفري ده يساعده على ايه؟ على ان هو يلقط الاوفم اللي هي طالعه اثناء عمليه الاوفيوليشن. اتفقنا؟ طيب نروح على الطبقه اللي بعد كده اللي هي طبقه الماسكلوزا. وفي الواقع ان الماسكلوزا عندي عباره عن سموث ماسل فايبر بتبقى مترصصه في طبقتين، طبقه داخليه بقول عليها سيركلر وطبقه خارجيه بقول عليها لونجيتودينال. واي سيركلر مع لونجيتودينال لاير بيعملوا لي ايه؟ زي ما قلنا قبل كده حركه بريستاليسيس. حركه بريستاليسيس زي بتاعه الامعاء. ايه فايده حركه البريستاليسيس بتاعتي دي؟ فايدتها زي ما قلنا، ها برافو عليكو، انها هتعمل ايه؟ هتيجي وتنقل الاوفم من اليوتيراين تيوب على اليوتيرس عشان يحصل لها امبلانتيشن. وخلي بالك مش كده وبس، دي كمان الماسكلوزا هنا بالكونتراكشن بتاعها هتعمل نفس الكلام، تعمل ريجيديتي في الوول بتاع اليوتيراين تيوب، فتقرب اليوتيراين تيوب من السطح بتاع الاوفري علشان ايه؟ تلقط الاوفم اللي طالعه اثناء عمليه الاوفيوليشن. اتفقنا يا شباب؟ تعالوا مع بعض نروح لاخر طبقه من الفالوبيان تيوب اللي هي طبقه السيروزا. والسيروزا معناها ان انا عندي طبقه من اللوز كونكتيف تيشو متغطيه بطبقه من الميزوثيليوم او اللي بقول عليها طبقه البريتونيوم. وخلينا اقول لك ان السيروزا زيها زي اللامينا بروبريا بتحتوي على لارج نمبر اوف بلاد فيسلز اللي هي عباره عن البرانشز بتاع او اللي هي عباره عن الاكستنشن بتاع اليوتيراين بلاد فيسل. ايه فايدتها؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه من شوية، هي برضو هتساعد في ان يحصل ريجيديتي في الوول بتاع اليوتيراين تيوب عشان يقربها من الوول بتاع الاوفري. وخلي بالكوا شباب ان الفالوبيان تيوب دايما لما اجي اوصفها واقارنها بالسيمينال فيزيكل اللي انتوا خدتوه في الميل جينيتال تراكت، دايما لما اجي اقارن ما بينهم بما ان هما الاثنين فيهم فولس، بما ان هما الاثنين فيهم ماسل، فانا بقارن ما بينهم بالفرق ما بين اللامينا بروبريا والسيروزا. بقول ان اللامينا بروبريا والسيروزا في حاله الفالوبيان تيوب بيبقوا هايلي فاسكولار، هايلي فاسكولار، ودي بوينت مهمه جدا 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 في التفريق ما بين الفالوبيان تيوب وما بين السيمينال فيزيكل في الميل جينيتال تراكت. ما تنسوش الفالوبيان تيوب it is highly vascular. وعرفنا فايدة البلاد فيسل ايه. اتفقنا يا شباب؟ خلي بالكم من حاجة مهمة قوي، ان في تغيرات بتحصل في التركيب في الفالوبيان تيوب في الاجزاء المختلفة. بمعنى ايه؟ انا عندي ادي الانفانتيبلم والامبلا والإزمس. انت بتلاقي ان الفولدز بتبقى واضحه جدا في الاجزاء الاولانيه، يعني في الانفانتيبلم، وطبعا بتبقى اوضح في الامبلا، وبتقل من وانت داخل بالامبلا على جوه. يعني انا لو جيت بصيت على الصوره دي ادي الفولدز واضحه في الانفانتيبلم، واضحه جدا في الامبلا، واقل في الإزمس. واحنا عرفنا هي ليه بتبقى واضحه في الامبلا، عشان دي منطقه الفيرتيلايزيشن، فانا بزود السيرفيس اريا، وكل ما ادخل جوه خلاص انا هنا مش محتاجه ايه، مش محتاجه
الفولز عشان ما فيش هنا فيرتيلايزيشن، فالفولز بتبتدي تقل حبه بحبه. الا ان المسل او الماسكلوزا بتبقى العكس. العكس ايه؟ يعني في الانفانديبلم بتبقى رفيعه وبتتخن طول ما انا داخله على جوه، بحيث ان في منطقه الاسمس بتبقى الماسكلوزا فيها بتبقى فيري ثيك. وليه فيري ثيك؟ ليه الماسكلوزا بتقعد تتخن طول ما انا داخله على جوه ناحيه اليوترس؟ ليه؟ لان في منطقه الاسمس انا عايزه هنا اقوي المصل. اقويها ليه؟ عشان تديني الدفعه بالكونتراكشن بتاعها عشان اقدر احرك الفيرتيلايزد اوفم ناحيه ايه؟ ناحيه الفيري نارو اورفيس اللي هي ايه؟ اللي هي الفتحه اللي ما بين الفالوبيان تيوب وما بين اليوترس، عشان ايه؟ عشان تدخل الاوفم على اليوتراين كافيتي. فأنا هنا محتاج أزود المصل تديني إيه؟ كونتراكشن قوي أقدر أحرك بيه الفيرتيلايزد أوفم ناحية الفتحة الضيقة اللي هي إيه؟ اللي هي ما بين اليوترس وما بين الفالوبيان تيوب. فإذا يا شباب أنا عندي قاعدة، الفولز بتقل طول ما أنا داخلة ناحية اليوترس، المصل بتزيد في الثيكنس طول ما أنا داخلة ناحية اليوترس. اتفقنا؟ وبكده نروح على المحطة الثالثة بتاعتنا للأوفم، ألا وهي اليوترس. ونقول إن اليوترس بيكون من ثلاث طبقات. أول طبقة بقول عليها الإندوميتريوم، تاني طبقة بقول عليها المايوميتريوم، وتالت طبقة اللي بقول عليها البيريميتريوم. وخلينا أقولك إن الثلاث طبقات دول مقابلين للميكوزا والماسكلوزا والسيروزا بتاعة الأورجانز. بمعنى إن أول طبقة اللي هي الإندوميتريوم زيها زي طبقة الميكوزا بتاعة أي أورجان، وبما إنها زيها زي طبقة الميكوزا بتاعة أي أورجان يبقى إذن هتتكون برضو من إيه؟ من طبقة إبيثيليوم تحتها طبقة من الإيه؟ اللامينا بروبريا. تعالوا نبتدي أول حاجة على طبقة الإبيثيليوم، ونقول الإبيثيليوم بتاع اليوترس يا ترى نوعه إيه؟ والله زيه زي الفالوبيان تيوب. يعني بيبقى إيه؟ بعبارة عن سيمبل كولامنر بارشالي سيليتد، نفس الكلام، بيتكون من نوعين من الخلايا، خلايا كولامنر سيليتد وخلايا إيه؟ كولامنر نون سيليتد بتبقى سيكريتوري. ونفس الكلام هي فايدة السيليا بتاعتي إيه؟ إنها تحرك لك طبقة الفلويد اللي هو بيبقى سيكريت من السيكريتوري سيل، ها؟ علشان إيه؟ علشان إيه؟ علشان الفلويد ده هو ده بالحركة بتاعته عن طريق السيليا هيساعد في إيه يا شباب؟ إن هو يقعد يحرك لك الفيرتيلايزد أوسايد لحد ما توصل جوه المكان بتاعها في اليوتيراين كافيتي، علشان إيه؟ عشان يحصل لها إمبلانتيشن أو تقعد في الول بتاع اليوترس. لأن أنت زي ما أنت شايف أدي الفالوبيان تيوب بتاعتي، ادي الاوسايد بتاعتي اللي اتخصبت، ها، بتقعد تمشي شويه جوه ايه اليوترس، ها، بتمشي تمشي لحد ما يجي لها ايه مكان الامبلانتيشن وتقعد فيه. فستيل برضو انا عايزه حركه سيليا عشان ايه؟ ها، عشان تحرك لي فلويد اللي هو سيكريتد بالسيكريتوري سيل، فبالتالي احرك الاوفم بتاعتي الفيرتيلايزد لحد ما توصل للمكان اللي هتقعد فيه في الول بتاع اليوترس. تعالى لي على تاني طبقه في اليوترس اللي هي طبقه اللامينا بروبريا. وبنقول ان اللامينا بروبريا دي زي اي لامينا بروبريا عباره عن كونكتيف تيشو، لكن الكونكتيف تيشو ده بيبقى غني بالخلايا، فبقول عليه ان هو انها بتتكون من هايلي سيلولار ستروما. يعني ايه كلمه هايلي سيلولار ستروما؟ ستروما يعني هيكل، هيكل من الكونكتيف تيشو بيبقى غني بالخلايا. ايه فايده الخلايا دي؟ بيقول لك ان الخلايا دي بتيجي قبل التبويض مباشره وبيحصل فيها بروليفريشن، بتتضاعف، ومش كده وبس، دي كمان بتفرز كولاجين. طب هي ليه تتضاعف وبتفرز كولاجين؟ عشان تتخن لك بطانة الرحم. وليه تتخن بطانة الرحم؟ استعدادا لو حصل في ايه؟ لو حصل في implantation للفيرتيلايزد اوفم، يعني جات الفيرتيلايزد اوفم قعدت في الول بتاع اليوترس. تاني حاجة بلاقيها في اللامينا بروبريا بلاقي فيها مجموعة من اليوتيراين جلاند. اليوتيراين جلاند، اليوتراين جلاند دي جايه منين؟ جايه من السيرفس بتاع اليوترس. يعني بيجي الابيثيليوم او السيرفس ابيثيليوم بتاع اليوترس بيجي ويقوم
نازل في اللامينا بروبريا ويعمل لك اليوتراين جلاند. طيب اليوتراين جلاند دي يا ترى نوعها ايه؟ بيقولك اولا دي نوعها سيمبل تيوبولر. يعني ايه كلمه سيمبل تيوبولر؟ سيمبل معناها ان هي بتتكون من سكريتوري يونت واحده، ها، بتفتح في دكت واحده. يعني ايه سكريتوري يونت؟ احنا قلنا قبل كده يعني مجموعه من الخلايا، ها، قاعده على بيزا اللامينا محوطه لك تجويف، والخلايا دي وظيفتها سكريتوري ان فانكشن، بتيجي تفتح في ايه؟ في قناه واحده اهي بتطلع عليها السكريشن منه على السيرفيس. طيب كلمه تيوبولر يعني ايه؟ تيوبولر معناها ان شكل السكريتوري يونت بيبقى شبه ايه؟ شبه الانبوبه، الانبوبه، فعشان كده بقول عليه تيوبولر. بس خلي بالك ان احيانا الجلاند دي بتبقى برانشد في الديب بورشن. يعني ايه برانشد؟ يعني بتيجي السكريتوري يونت وتتفرع لفرعين كده في الجزء الديب بتاع الاندوميتريوم. احيانا بلاقي المنظر ده، فعشان كده احيانا بقول عليها انها بتبقى ايه؟ سيمبل برانشد تيوبولر. يعني ايه سيمبل برانشد تيوبولر؟ يعني بتبقى السكريتوري يونت اتنين متفرعه بتفتح برضو في دكت واحده. طب يا ترى اللايننج ابيثيليوم بتاعه الجلاندز دي ايه؟ والله احنا قلنا انها نازله من السيرفيس ابيثيليوم، فكون انها نازله من السيرفيس ابيثيليوم فهتبقى واخده نفس اللايننج ابيثيليوم. طب هي ايه وظيفتها؟ ما احنا قلنا سكريشن. سكريشن لايه؟ للنيوترنت، لمواد مغذيه بتفرزها الجلاندز دي بعد الاوفيوليشن مباشره علشان تغذي لك الزيجوت في حاله حدوث الامبلانتيشن. تغذي لك الفيرتيلايزد اوفم او الزيجوت في حاله حدوث ايه؟ الامبلانتيشن. يبقى خلي بالكوا يا شباب ان البويضه دي اللي بعد ما طلعت من الاوفري اتغذت بكذا حاجه، يعني بعد طلعها من الاوفري مباشره هي نفسها بالاورجانيلز اللي جواها بتغذي نفسها، زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت بتاعه الاوفري. وبعد كده لما بتيجي تقعد في الفالوبيان تيوب بتتغذى من الميوكس سكريشن اللي بتفرزه الفالوبيان تيوب. وبعد كده لما بتيجي بتتخصب بتيجي بعد كده تتغذى بالسكريشن بتاع اليوتراين جلاند بتاع اليوترس. كل دي مراحل تغذية بتسبق التغذية الحقيقية اللي هتحصل بعد ما البلاسينتا أو المشيمة بتتكون. اتفقنا؟ نروح بعد كده ونقول إن الاندوميتريوم بتاعي دي وظيفيا بيتقسم لطبقتين، طبقة سطحية سوبرفيشيا بقول عليها الفانكشنال لاير، وطبقة بيزل عميقة بقول عليها البيزل ريستنج لاير. ناخد أول طبقة اللي هي السوبرفيشيال فانكشنال لاير. والطبقة السطحية دي اتسمت ليه فانكشنال؟ لأن هي دي الطبقة اللي بتقع أثناء المنسز، أثناء الدورة الشهرية. وطالما هي بتقع يبقى لازم تتجدد كل شهر. هتتجدد منين؟ من الطبقة البيزل اللي موجودة تحتيها. وخلينا أقولك إن الطبقة دي بتتغذى بأرتريز بيكون كويلد ملولو كده واخد شكل السبايرال زي الحلزون، وده بيبقى عبارة عن برانشز من أرتري اسمه أركوت أرتري هتاخدوه في الأناتومي. تاني طبقة عندي اللي بقول عليها البيزل ريستنج لاير، والطبقة دي اتسمت ريستنج لأنها طبقة قاعدة ما بيحصل لها شيدنج أثناء المنستريويشن. والطبقة دي هي دي اللي مسؤولة عن التجدد بتاع ايه؟ السوبرفيشيال فانكشنال لاير. ودي بتتغذى بارتريز بيبقى ستريت، بيبقى مستقيم، ما بيبقاش ايه؟ كويلد معرك كده زي بتاع ايه؟ السوبرفيشيال فانكشنال لاير. اتفقنا؟ تعالوا نروح على تاني طبقة عندنا اللي هي طبقة المصل او المايوميتريوم. وخلينا اقول لك برضو ان المصل بتاعه اليوترس هي بتبقى عباره عن سموث مصل، لكنها بتبقى مترصصه في اربع طبقات متداخله، اربع طبقات. اليوترس الاورجن الوحيد اللي فيه السموث مصل مكونه من اربع طبقات، وهنعرف ليه مكونه من اربع طبقات.
اول طبقه عندي اللي بقول عليها السب ميكوزا اللير، اللي هي بتبقى تحت الميكوزا مباشره، اللي هي دي اللي بسميها اسم تاني بقول عليها ستراتم سب ميكوزا، وكلمه ستراتم معناها طبقه، طبقه تحت الميكوزا. الطبقه دي بتبقى رفيعه والمصل فيها بتبقى مترصصه بالطول لونجيدونال، واحنا خدنا قبل كده اي مصل مترصصه بالطول لما اقطع منها كروس سكشن تبان لك ايه، دواير زي ما انت شايف كده بالمنظر ده. تاني طبقه عندي طبقه تخينه، اتخن طبقه في الماسكلوزا اللي بقول عليها الفاسكولار لاير او ستراتم فاسكولار، ومن اسمها انا متوقعه ان هي بتبقى مليانه على عينها بايه، ببلاد فيسل. الطبقة دي بيبقى فيها السموث ماسل محوط البلاد فيسل زي شكل كده ايه، زي شكل الايت شيبت فيجر، زي حرف التمانية، زي انا اسفة زي رقم تمانية. يعني انا لو جيت بصيت كده ادي دي بلاد فيسل وده بلاد فيسل، بتيجي السموث ماسل هنا بتبقى ماشية اوبليك، ماشية اوبليك بحيث ان هي تيجي وتحوط لك البلاد فيسل كده زي ايه، زي رقم ايه 8 بالانجليش، 8 شيب دي فيجر بالظبط كده اهي، بص زي ايه، زي رقم 8، 8 شيب، 8 شيب بالمنظر ده كده بالظبط. طيب يجي السؤال، هي ليه المصل جايه ومترصصه ها اوبليك حوالين البلاد فيسل في ايه، في شكل ال 8 شيب دي فيجر بالمنظر ده ليه؟ بيقولك هي مترصصة كده علشان ايه؟ عشان تيجي وتحكم البلاد فيسل دي، تيجي كأنها رباط حوالين البلاد فيسل دي، بحيث ان بعد الولادة مباشرة، بعد الولادة مباشرة او بعد رجوع اليوترس لحجمه الطبيعي بعد الحمل، تعمل كومبريشن على الفيسل دي، تضغط عليها بحيث ان تمنع ان يحصل بليدنج او نزيف. لان بعد الولادة مباشرة بعد ما البلاسينتا بتقع، الفيسل دي بتبقى ايه، بتبقى واسعة ومفتوحة، فالمصل دي تيجي تعمل كونتراكشن فتقوم جاية عامله لك ايه، افلالك البلاد فيسل دي، تعمل كومبريشن عليها عشان تمنع ان يحصل ايه، ان يحصل بليدنج. فلازم تترصص حواليها كده اوبليك ها، علشان ايه، علشان تحكم الغلق بتاعها. طيب تعال لي على الطبقه الثالثه اللي بقول عليها السوبرا فاسكولار لاير. السوبرا فاسكولار، سوبرا فاسكولار ازاي يعني؟ يعني الطبقه اللي فوق البلاد فيسل، اللي تحتها طبقة تانية اسمها سبسيروزال رير، يعني الطبقة اللي تحت السيروزا. خلي بالك من حاجة مهمة قوي، ان الطبقتين دول اتسموا، لو انت جاي باصص على المصل من ناحية اليومن، من ناحية هنا من الجزء ده كده اليومن، لما هتيجي تبص هتلاقي ايه، هتلاقي ان الطبقة دي تحت الميكوزا ودي طبقة البلاد فيسل عادي خالص. لكن انا لو جيت بصيت من برة، من هنا من ناحية اليوترس من بره، من ناحية السروزة البريتونيوم، حلاقي ان الطبقة دي تحت السروزة والطبقة دي فوق البلاد فيسل. طب هو انا ليه سميت الطبقتين دول كأني بصة من هنا وسميت الطبقتين دول كأني بصة من هنا؟ هو عايز يقول لي ايه بالظبط؟ عاوز يقول لي ان الطبقتين دول لهم امبريولوجيكال اوريجين مختلفة عن الطبقتين دول، فعشان كده سميت دول كأني باصص من هنا وسميت الطبقتين دول كأني باصص من برة. different يعني ايه؟ يعني انا عندي الماسكلوزة بتاعتي بتاعت اليوترس، طبقتين منهم بيبقوا خارجين او طالعين من الموليريان داكت، وطبقتين تانين بيبقوا لهم نان موليريان اوريجين. اتفقنا؟ طيب يبقى إذن أنا عندي طبقة السوبرا فاسكولار لاير دي اللي بقول عليها ستراتم سوبرا فاسكولار، طبقة برضو رفيعة بتبقى المصل فيها بتبقى الرينجد سيركلر، سيركلر يعني كده شيتس أهي واخدالك اليوترس داير ما يدور. يلي طبقة الخارجية السب سيروزم أو ستراتم سب سيروزم، وبرضو طبقة رفيعة من اللونجيدونال سموث مصل. يعني أنا عندي من هنا لونجيدونال ومن بره لونجيدونال، وما بينهم اوبليك وسيركلر.
احفظهم كده بالترتيب عشان ما تنساهمش، عشان لما بيجي لك كده في الامتحان ويقول لك انيوميريت اللاير بتاعه المايوميتريوم لازم تقولها بالترتيب. احفظها بكلمه لوكال، لوكال ال هنبتدي من جوه لبره لونجيتودينال، او اوبليك، سي سيركلر، ال لونجيتودينال، لوكال لوكال ما تنساهاش. طيب نرجع لمرجانة، هو انا ليه المايوميتريوم بيكون من اربع طبقات؟ ليه؟ علشان يديني very powerful contraction، contraction قوي جدا. انا محتاجة في ايه؟ عشان اعمل expel الكونتنت بتاع اليوترس من خلال النارو اوريفيس اللي هي السيرفكس او عنق الرحم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هنا اعمل contraction انقباض قوي جدا عشان يزق لي المحتوى اللي موجود جوه اليوتراين كافيتي من خلال الفتحه الضيقه بتاعه السيرفكس او عنق الرحم. طب ايه المحتوى بتاعي اللي انا عايز ازقه من خلال عنق الرحم؟ والله الاندوميتريوم اثناء الدوره الشهريه، او البيبي اثناء الديليفري او الولاده. اتفقنا شباب؟ نروح على آخر طبقة عندي اللي هي طبقة البريميتريوم، الطبقة المقابلة للسيروزة، ونقول إنها بتتكون من لوز كونكتيف تيشو وبتبقى متغطية في أماكن معينة بالبيريتونيوم أو الميزوسيليوم زي ما أنتوا هتاخدوا في الأناتومي. اتفقنا شباب؟ خليني أقول لكم إن اليوترس زيه زي الأوفري بيمر بسايكل أو بدورة بقول عليها الإندوميتريال سايكل. في خلال الدورة دي بيحصل فيها تغيرات في التركيب بتاع الإندوميتريوم نتيجة لتغيرات في الليفل بتاع الهرمون. السايكل دي عبارة عن أربع مراحل. أول مرحلة اللي بقول عليها المينسترال فيز، اللي هي بتبقى عبارة عن اليوم الأول للرابع من الإندوميتريال سايكل، من يوم الأول للرابع من الإندوميتريال سايكل. المينسترال فيز دي بيحصل فيها إيه بالضبط؟ بيحصل فيها إن السوبرفيشيال فانكشنال لاير بتاعة الإندوميتريوم بتقع. فنتيجة إنها بتقع فين؟ طبعا بتقع اثناء الدوره الشهريه. فالاندوميتريوم بتاعي بيرفع، بيوصل لحوالي نص مليمتر. فاللي بيفضل في الاندوميتريوم ايه؟ بيفضل فيه البيزل ريستنج لاير اللي بيحتوي على الجزء البيزل بتاع اليوتراين جلاند. فاذا الاندوميتريوم بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن البيزل ريستنج لاير اللي بيحتوي على البيزل اند دي او النهايه بتاعه اليوتراين جلاند. وبيبقى الاندوميتريوم في الحاله دي بيبقى فقط تماما الايه؟ اللايننج ابيثيليوم بتاعه اللي موجود على السيرفيس، لان ده بيقع مع الاندوميتريوم. فالفيز ده اللي هو الفيز 1 تو 4 هو ده الفترة بتاعة نزول دم الحيض بتاع البنت، اللي هو بيقعد حوالي 4 أيام، ممكن أحيانا يقصر ممكن أحيانا يطول شوية، ده على حسب إيه فاريشن عادي بيحصل من بنت البنت. اتفقنا؟ تاني فيز عندي اللي بقول عليه البروليفراتيف فيز أو بسميه الإستروجين فيز، وده الفيز ده بيستمر من اليوم الخامس لليوم الـ14 بعد نزول الدم الدورة الشهرية. خليني أقول لك إن الفيز ده بيبقى مقابل للفوليكولار فيز بتاع الأوفيريان سايكل، اللي بيحصل فيه زي ما قلنا ان الـ FSH بيعمل stimulation للديفلوبمنت بتاع الأوفيريان فوليكلز وبيحصل فيه production أو secretion للإستروجين، عشان كده اتسمى الفيز ده الإستروجين فيز. والإستروجين ده هو ده اللي هيبتدي يعمل stimulation للproliferation بتاع الإندوميتريا مرة تانية، علشان كده اتسمى الفيز ده proliferative phase. طب ازاي الاستروجين هيعمل ستيميوليشن للبروليفريشن بتاع الاندوميتريوم؟ اولا بيقولك ان الاستروجين بيجي
ويعمل ستيميوليشن للخلايا اللي هي بتبطن البيزل اند بتاعه اليوترين جلاند، بيجي يعملها ستيميوليشن انها تتضاعف. علشان ايه؟ عشان تجدد لي اليوترين جلاندز مره تانية، وكمان تجدد لي الايه الابيثيليال سيرفيس بتاع الاندوميتريوم. خليني اقول لك ان الجلاندز في المرحله دي بتظهر مستقيمه، واليومن بتاعها بيبقى ضيق وما بيبقاش لسه فيه اي سيكريشن، بيبقى فاضي، بيبقى فاضي زي ما احنا شايفين اهو، اليومن ضيق وبيبقى ايه؟ بيبقى فاضي. خليني كمان اقول لك ان الاستروجين هيجي على الاسترومال سيلز اللي هي موجوده في اللامينا بروبيا، وكمان يعمل لها ستيميوليشن ان يحصل لها بروليفريشن. فبالتالي البروليفريشن بتاعها هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي جروث للاندوميتريوم. ومش كده وبس، ده كمان السبايرال ارتري بتاعي اللي هو كان في المينسترال فيز بيحصل له رابتشر مع نزول الدوره الشهريه، هيجي الاستروجين ويعمل لي ستيميوليشن ان يبتدي يحصل فيه الونجيشن ويطول. نتيجه لكل ده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل الاندوميتريوم هيزيد في الحجم، هيوصل لحوالي 3 ل 4 ملم. فلو جمعنا كده قلنا هو ليه في المرحلة دي حصل بروليفريشن الاندوميتريوم، ليه حصل زيادة في الحجم؟ نتيجة لأن الاسترومال سيل زي ما قلنا حصل فيها بروليفريشن زادت في الحجم، نتيجة إن الاندوميتريال جلاند حصل فيها جروث، نتيجة إن البلاد فيسل هي كمان حصل فيها جروث. ومنه نروح على الفيز الثالث عندنا اللي هو السيكريتوري فيز، اللي هو بيبقى الفيز الثالث اللي بيقعد من اليوم ال 15 لليوم ال 27 من المينسترال سايكل. وخلينا اقول لك ان الفيز ده بيبقى مقابل لليوتيال فيز بتاع الاوفيريان سايكل، اللي بيحصل فيه ان اندر ذا افكت اوف ال اتش بيحصل تكوين للكوربس ليوتيام وسكريشن للهرمونز الاستروجين والبروجسترون. البروجسترون خاصة بيعمل ايه في المرحلة دي؟ البروجسترون بيعمل ستيميوليشن لليوتيراين جلاند بتاعتي انها تبتدي يحصل لها ايه او تعمل ايه؟ تعمل سيكريشن. عشان كده اتسمى ده السيكريتوري فيز. ستيميوليشن للسيكريشن لايه؟ سيكريشن لفلويد بيبقى غني بالنيوترنت خاصة الجلايكوجين. والنيوترون دي هتعمل لي ايه؟ ما هي دي اللي هتغذي لي الفيرتيلايزد اوفم في حاله حدوث ايه؟ في حاله حدوث امبلانتيشن. خلينا اقول لك ان اليوتيراين جلاندز في المرحله دي بتبقى ايه؟ بتبقى كبيره في الحجم، وبتبقى تورشوس يعني معرجه، وبتظهر كان ايه الول بتاعها كده في فستنات، وبتبقى مليانه على عينها بالايه؟ بالسكريشن. فالسكريشن ده كل التغيرات اللي حصلت دي فكرك في الجلاندز ليه؟ ليه حصلت التغيرات دي كلها؟ التغيرات دي بتحصل في الجلاندز علشان ايه؟ عشان تقدر تجمع اكبر قدر من السكريشن. فعشان كده بتوسع واليومن بتاعها يبتدي ان هو او الول بتاعها يبتدي يعرج عشان تقدر تملى باكبر كم من السكريشن اللي هيغذي لي الفيرتيلايزد اوفم في حاله حدوث الامبلانتيشن. ومش كده وبس، ده البروجسترون كمان هيخلي اللامينا بروبريا بتاعتي إديمتس. يعني ايه إديمتس؟ يعني كده مليانة بالمية، بحيث انها تبقى عاملة زي الاسفنجة. فلما تبقى عاملة زي الاسفنجة ايه اللي يحصل؟ يسهل عملية الامبلانتيشن. ومش كده وبس، ده كمان السبايرال ارتري بتاعه اللي بيحصل له بيستمر في الطول بتاعه لحد ما يوصل لايه؟ للجزء السطحي بتاع الاندوميتريوم. كل التغيرات دي هتعمل لي ايه في الول بتاعي بتاع الاندوميتريوم؟ هتخليه يوصل للماكسيمم ثيكنينج بتاعه اللي هو حوالي 5 مليمتر. انتم ملاحظين معايا التغيرات اللي حصلت في الول بتاع الاندوميتريوم؟ كان رفيع خالص هنا في المينسترال فيز نص مليمتر، هنا زاد في البروليفريتيف بقى 3 ل 4، هنا وصل للماكسيمم ثيكنينج بتاعه اللي هو 5 مليمتر.
طب ليه كل ده بيحصل؟ ليه؟ ليه في السكريتوري فيز كل التغيرات دي بتحصل؟ ليه الجلاندز بتوسع قوي وتجمع سكريشن والول بتاعي بيبقى اديماتس؟ وليه السباير ايتور كده؟ ليه كل ده؟ ليه؟ علشان اعمل ها انفايرومنت بيئه صالحه لايه؟ للامبلانتيشن بتاعه الفيرتيلايزد اوفم. اخلي الول بتاعي زي السفنجه علشان الامبلانتيشن، اخلي الجلاند بتاعتي مليانه على عينها بالسكريشن عشان تغذي لي الفيرتيلايزد اوفم لما يحصل امبلانتيشن. اتفقنا شباب؟ يبقى اذا انا لو جيت هنا بصيت وقلت لك قارن لي ما بين البروليفراتيف والسكريتوري فيز، عايزك تشوف لي الجلاندز بتاعتها كده وتقارن لي. هتقول لي ان في البروليفراتيف فيز الجلاند عندي بتبقى مستقيمه، اليومن بتاعها بيبقى ضيق، والخلايا بتاعتها اهي ما فيهاش اي سكريتوري اكتيفيتي، يعني ما فيهاش ايه، ما فيهاش اي سكريتوري جرانيولز فيها سكريشن. لكن تعالى لي على السكريتوري فيز، ايه اللي بيحصل؟ بص الجلاند بتبتدي ايه ها تكبر في الحجم وتوسع، والول بتاعها يبقى ريجولر وتبتدي تتملى بالسكريشن. ولو جيت بصيت على الخلايا بتاعتي هلاقي ايه؟ هلاقي فيها سكريتوري جرانيولز اللي بيحتوي على السكريشن بتاعي. يبقى اذا ده كده جدول مقارنه عملته لكم ما بين بروليفراتيف فيز والسكريتوري فيز، هسيبه لو حد عايز ياخده سكرين شوت. نروح على اخر مرحله عندي من الاندوميتريال سايكل او منسترال سايكل، اللي هي مرحله الاسكيميك فيز، واللي بتحصل بالظبط عند اليوم 28. المرحله دي بتقابل حدوث الديجنريشن للكوربس ليوتيم، وبالتالي بيحصل دروب في الليفل بتاع الاستروجين والبروجسترون. فايه اللي بيحصل في المرحله دي؟ بيحصل ان الخلايا المبطنه للاندوميتريوم اللي هي في الابيثيليوم بتسكريت بروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده بيعمل ايه؟ بيجي في السبايرال ارتري ويعمل فيه سبازم. سبازم يعني ايه؟ يعني يضيقه، فبالتالي بيمنع البلاد فلو اللي ماشي فيه. فبالتالي السبايرال ارتري مين بيغذي؟ مين بيغذي؟ سوبرفيشال فانكشن لاير. فاذا السوبرفيشال فانكشن لاير هتتعرض لاسكيميا. اسكيميا يعني ايه؟ يعني نقص للبلاد سبلاي لروحها. فالنتيجه النهائيه ان هيحصل في الجزء ده ايه؟ هيحصل فيه ديث او نيكروزيس. مش كده وبس، ده كمان الول بتاع البلاد فيسل بتاع السبايرال ارتري هو كمان بيحصل فيه نيكروزيس، فنتيجه لكده بيضعف. فلما يبقى يضعف بيحصل له ايه؟ بيرابتشر، بينفجر. وكمان الجزء السوبرفيشال فانكشن لاير ده اللي هو مات بيحصل فيه شيدنج، يبتدي ان هو ينفصل ويقع. ف الرابتشر او الانفجار بتاع السبايرال ارتري وخروج الدم منه مع الشيدنج بتاع السوبرفيشال فانكشنال لاير، هما دول في النهايه بيؤدي لايه؟ بيؤدي لحدوث البليدنج او النزيف او بدايه ايه؟ نزول دم الحيض. اتفقنا كده؟ احنا خلصنا اليوترس، ونروح بعد كده على السيرفكس او عنق الرحم، ونقول ان السيرفكس ده اناتوميكالي بيتقسم لجزئين. الجزء اللي بقول عليه اندوسيرفكس او الجزء الداخلي من اليوترس، من انا اسفه من السيرفكس اللي هو بيبقى مكمل مع اليوترس، وجزء تاني بقول عليه الاكزوسيرفكس او الجزء الخارجي اللي هو بيبقى بلجنج فين؟ جوه الفاجينا. خلي بالك هو اتقسم لجزئين لان الجزئين دول التركيب بتاعهم بيبقى مختلف. بمعنى ايه؟ الجزئين سواء الاندو او الاكزو سيرفكس هما الاثنين بيتكونوا لي من ميكوزا، بس الميكوزا بتاعت الاندو سيرفكس بتختلف عن بتاعه الاكزو سيرفكس. ازاي؟ احنا خدنا ان اي ميكوزا عباره عن ابيثيليوم ولامينا بروبريا. فلو جيت شفت الابيثيليوم بتاع الاندو سيرفكس هلاقي ايه؟ احنا قلنا الاندو سيرفكس ده اللي مكمل مع اليوترس، فاحنا عندنا قاعده في الهيستولوجي اي حته مكمله مع حته بيبقى ايه؟ بيبقى ليها نفس اللاينج ابيثيليوم بتاعها، فهيبقى ليها نفس اللاينج ابيثيليوم زي اليوترس اللي هو ايه؟ السيمبل كولامنر بارشال سيليتد عادي خالص. لكن خلي بالك ان اللامينا بروبريا بتاعه الاندو سيرفكس بيبقى فيها هايلي برانشد ميوكاس جلاند. ميوكاس جلاند بتبقى هايلي برانشد، الجلاند دي بتفرز ميوكاس مخاط. ايه فايده الميوكاس ده؟ هنعرف بعد شويه. تاني جزء عندي اللي هو
الإكزو سيرفكس بيبقى الإبيثيليوم بتاعه مختلف. إزاي؟ إحنا قلنا الجزء ده بيبقى بالجين في الفاجينا، وأي حاجة مكملة مع حاجة بتاخد نفس اللاينج إبيثيليوم بتاعها، فهو ناخد نفس اللاينج إبيثيليوم بتاع الفاجينا اللي هو عبارة عن نون كراتينايزد تراتشيفايد سكويمس إبيثيليوم. خلي بالك إن البلك بتاع السيرفكس، البلك بتاع السيرفكس بيكون من دنس فايبرس كونكتيف تيشو، بيبقى فيه شوية سموث ماسل. ويجي السؤال، هو ليه بيكون من دنس فايبرس كونكتيف تيشو؟ ليه؟ لأن الدنس فايبرس كونكتيف تيشو ده هيعمل لي حاجة اسمها تنسايل سترينس، كنا بناخدها في سنة أولى مع الكونكتيف تيشو. يعني إيه تنسايل سترينس؟ يعني بيدي قوة أثناء التنشن. وهو إيه التنشن اللي بيتعرض له للسيرفكس؟ طبعا ده بيتعرض السيرفكس تنشن رهيب أثناء ما اليوترس ده بيبقى جواه البيبي فترة الحمل، فبالتالي التقل بتاع اليوترس ده بيبقى محمل على السيرفكس، فلازم السيرفكس ده ايه يبقى يتحمل هذا التنشن، فلازم يبقى البلك بتاعه بيبقى ايه معظمه هيتكون من دنس فايبرس كونكتيف تيشو علشان ايه يقاوم لي التنشن او الاسترس اللي حصل عليه. اتفقنا شباب؟ وشوية السموس ماسل اللي موجودين في الكونكتيف تيشو ده بتساعد على ايه؟ بتساعد الكونتراكشن بتاعها اثناء الديليفري بتاع البيبي. اتفقنا؟ خلي بالك ان الميكوزا بتاعة السيرفكس هي كمان بيحصل لها شوية تغيرات في الحجم بتاعها اثناء الدورة الشهرية، بس خلي بالك ان برغم ان بيحصل لها شوية تغيرات في الثيكنس بتاعها او في السمك بتاعها، الا ان هي ما بتقعش اثناء المنسز. يعني احنا قلنا اندوميتريوم بيقع اثناء الدورة الشهرية، لكن الميكوزا بتاعت السيرفكس ما بتقعش، ما بيحصل لهاش سلافينج. بس خلي بالك من حاجة مهمة قوي، ان الميوكس اللي هو سيكريتد من الميوكس جلاند اللي احنا قلنا عليها، كميته ومواصفاته بيحصل فيها تغيرات مع تغيرات الهرمونات اللي بتحصل أثناء الدورة الشهرية. إزاي؟ إن أثناء التبويض كمية الميوكس بتزيد وبيبقى اللزوجة بتاعتها أقل، ده ليه؟ عشان تسهل دخول السبرم من الفاجينا على السيرفكس ومنه على اليوترس، فعشان كده لازم المخدر ايه يبقى اقل في اللزوجة وكميته كبيرة، عشان زي ما اقولك ايه يزفلط لك السبرم فيدخل بسهولة من الفاجينا للسيرفكس ومنه لليوترس. لكن في اليوتيال فيز بتاع ال اوفيريان سايكل واثناء البريجنانسي بتلاقي ان الميوكس ده اللزوجة بتاعته بتزيد جدا جدا، وبتعمل لك اثناء البريجنانسي حاجه اسمها ميوكس بلاج. بلاج يعني ايه؟ زي السداده كده اللي بتقفل عنق الرحم. ليه؟ عشان تمنع لك مرور ايه؟ مرور سبرم جديده جوه اليوترس، لان ايه؟ الست خلاص بقت حامل، تمام؟ فانا هنا ايه؟ حتى لو حصل سيكشوال انتركورس انا مش عايزه سبرم جديده وتدخل ايه؟ تدخل جوه. فبالتالي بيجي الميوكس ده كان سداده كده قفلت لك عنق الرحم. وخلي بالك الميوكس بلاك دي بتفضل قافلة عنق الرحم لحد ما قبل الولادة مباشرة، وتيجي قبل الولادة على طول وتقع. فلما تقع دي علامة ان ايه؟ ها ان خلاص الست دي هتولد. فحتى كده بالبلدي بيقولك ايه؟ دي العلامة وقعت. قصده ايه بالعلامة وقعت؟ يعني الميوكس بلاك دي السدادة وقعت، دي معناها علامة لدكتور النساء ان الست دي خلاص ايه؟ هتولد. الست دي هتولد. اتفقنا؟ خلي بالك من حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ اخدت لي بالك ان الاندو سيرفكس كان اللايننج بتاعه سيمبل كولامنر، وجا في الاكزو سيرفكس نط فجأة وبقى نانكراتينايز ترتشفايد سكويمس ابيثيليوم. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عندي فيه جزء حصل فيه ان الابيثيليوم نط من سيمبل لسترتشفايد مرة واحدة. الجزء ده بقول عليه ترانسفورميشن زون. يعني ايه ترانسفورميشن زون؟ مكان التغير المفاجئ للإبيثيليوم ده بيبقى معرض ان الخلايا بتاعته بيحصل فيها حاجه اسمها ميتابليزيا. يعني ايه ميتابليزيا؟ يعني تغيرات سرطانيه، فعشان كده الكانسر او السيرفكس من الاماكن المعرضه لحدوث
الكانسر. ليه؟ لأن الإبيثيليوم فيه نط فجأة من سيمبل لستراتيفايد. وقاعدة، أي نطة في الإبيثيليوم من سيمبل استراتيفايد من غير ما درجها بشويش، معناها أن المنطقة دي منطقة معرضة لحدوث الكانسر. اتفقنا؟ نروح على آخر جزء عندنا، ألا وهو الفاجينا، ونقول أن الفاجينا بتتكون من 3 طبقات. أول جزء عندي أو أول طبقة عندي بقول عليها ميكوزا، طبقة ماسكلوزا وطبقة أدفنتيشا. وكالعادة أي ميكوزا عبارة عن إبيثيليوم ولامينا بروبريا. يا ترى إيه النوع الإبيثيليوم في الفاجينا؟ نوعه نان كراتشينايز ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم، ما احنا قلناها بشوية، زيه زي الإكزو سيرفكس. وليه نان كراتشينايز ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم؟ ليه؟ عشان ستراتيفايد إبيثيليوم ده اللي بيقاوم لي الاحتكاك اللي هيحصل أثناء السكشوال انتركورس أو أثناء الديليفري بتاع البيبي. خلينا أقول لك برضو إن تحت تأثير الإستروجين بيجي الإبيثيليوم بتاع الفاجينا ويجمع كمية كبيرة من الجلايكوجين، والجلايكوجين ده بيدوب أثناء ما أنا بحضر العينة بالHNDE، فبيصير في الإبيثيليوم منظر فاكوليشن. فاكوليشن يعني إيه؟ يعني زي ما تكون كده فيه فقائع صابون جوه الإبيثيليوم، ده معناه إن فيه كان هنا إيه؟ جلايكوجين كتير. طب إيه فايدة الجلايكوجين اللي عندي ده؟ بيقولك إن الفاجينا دي بيعيش فيها طبيعي بكتيريا، بقول عليها بكتيريا الفلورا. بكتيريا الفلورا معناها ان دي بكتيريا نافعة للجسم، بتعيش طبيعي في المنطقة دي. بتيجي البكتيريا دي وتقوم جاية مكسرة الجلايكوجين ده ومحولاه للاكتيك اسيد، فبالتالي تخلي الفاجينا البي اتش بتاعتها ايه؟ ها، تخليها اسيدك. وانا محتاجه الاسيديتي دي، محتاجاها، لان الاسيديتي دي بتمنع لي النمو بتاع ايه؟ بتاعه المايكرو اورجانيزم او الفورين انتيجين، او بمعنى اخر اي فيروس، اي بكتيريا، اي فطريات، واتيفر. والكلام ده احنا خدناه السنه اللي فاتت لو تفتكروا في الاميون سيستم مع السيرفيس بروتكتيف ميكانيزم. كانت الاسيديتي بتاعه الفاجينا من الحاجات اللي بتمنع النمو بتاع الميكروبات. خلي بالك، عشان كده من المهم جدا ان البنات اللي بتيجي تستخدم فاجينا الدش اللي بيقولوا عليه الدش المهبلي، لازم الدش المهبلي ده ما يغيرش في البي اتش بتاع الفاجينا، لان لو غيره هينتج عن ايه؟ استخدام الدش المهبلي ده هينتج عنه حدوث ميكروب جوه الفاجينا. اتفقنا شباب؟ طيب تعالالي على طبقة عندي اللي هي طبقة اللامينا بروبريا، وزي أي لامينا بروبريا عبارة عن لوز كونكتيف تيشو. ليه؟ عشان يحوط الحاجة وما يخنقهاش. يحوط إيه عندي وما يخنقهاش؟ نفس الكلام، هيحوط ها البلاد كابيلاريز اللي موجودة هنا، على اللي هي بتعمل إيه؟ بتغذيلي الإبيثيليوم، بما إن الإبيثيليوم ده بيبقى إيفاسكولر. وخلي بالك إن كمية البلاد كابيلاريز هنا بتبقى كتيرة. بتبقى كتيرة ليه؟ بتبقى كتيرة علشان تجيب لي الإيميون سيلز اللي بتبقى موجودة هنا في اللامينا بروبيا وقاعدة بصورة طبيعية، اللي هي زي إيه؟ زي الليمفوسايت والنيوتروفيل. وهم ليه قاعدين هنا؟ لأن الفاجينا من الأماكن اللي معرضة للإنفكشن أثناء طبعاً الإيه؟ خاصة السيكشوال انتركورس. وخلينا اقول لك برضو ان اللامينا بروبريا هنا بتبقى غنيه بالالاستيك فايبرز عشان تدي للفاجينا درجه من الالاستيستي ان هي بتتشد اثناء عمليه الدليفري بتاع البيبي. خلي بالك من حاجه مهمه قوي، ان اللامينا بروبريا بتاعه الفاجينا ما فيهاش جلاند. طب امال السكريشن اللي هو بيتشاف خارج من فتحه المهبل ده جاي منين؟ لا، ده هو مصدره مين؟ الجلاند بتاعة السيرفكس. لكن الفاجينا لا تحتوي على جلاند. نروح على تاني طبقة عندنا، طبقة الماسكلوزا. والماسكلوزا عبارة عن سموث ماسل، طبقة إينر سيركلر وطبقة خارجية لينجوجيتونال، وإن كانوا لحد ما داخلين شوية ببعض. وإيه فايدة الطبقتين دول؟ قاعدة سيركلر ولونجيدنال هيعملوا لي حركة من البريستاليسيز تساعد لي أثناء الديليفري بتاع البيبي. ونيجي على آخر طبقة عندي اللي هي طبقة الايه؟ الأدفنتيشيا. والأدفنتيشيا دي عبارة عن طبقة من الكونكتيف تيشو بتبقى غنية بحاجات كتير قوي.
اول حاجه زيها زي لامينا بروبريا بتبقى غنيه بإلاستيك فايبرز تعملي إلاستيستي في الفاجينا اثناء عمليه الدليفري بتاعت البيبي. ومش كده وبس، دي كمان بتحتوي على كميه محترمه من الفينس بليكسس. وايه فايده الفينس بليكسس اللي محطوطه هنا؟ بيقول لك فايدتها ان هي بيحصل لها انجورجمنت، يعني تتملى بالبلد اثناء السيكشوال اراوزل اللي هي اثناء عمليه الاثاره الجنسيه. ف الفينس بليكسس دي بتبقى كده حاجه شبه الايه الايركتايل تيشو بتاع الميل اللي احنا خدناه، زي كده الايه زي الايركشن اللي بيحصل في البينس اثناء السيكشوال اراوزل. فالفينس بليكسس دي بتتملى بالبلد، يحصل لها انجورجمنت اثناء عمليه الايه اثناء عمليه السيكشوال اراوزل، بحيث ان ايه تعمل لي حاجه كده زي الايركتايل تيشو، زي كده عملية الانتصاب اللي هو بيحصل ايه اللي هو بيحصل في الميل. اتفقنا؟ ومش كده وبس، دي كمان الادفنتيشيا بتبقى غنية بالنيرف فايبرز ونيرف سيلز، وده معناه ان الفاجينا دي بتبقى very sensitive لحاجتين، للبين للألم وللستريتش لعملية الشد اللي هي بتحصل فيها أثناء الدليفري بتاع البيبي. اتفقنا شباب؟ اتفقنا؟ كده احنا خلصنا ونشوف السؤال بتاعنا. Which statement is correct regarding the structure of the fallopian tube؟ أول اختيار the muscle thickness decreases from the infundibulum toward the isthmus. تاني اختيار the ciliated secretory cells beat toward the uterus. تالت اختيار the ampulla contain the maximum folds. ورابع اختيار the musculosa contain inner longitudinal and outer circular. الإجابة الصح هتكون ايه؟ ها؟ برافو عليك شاطر، الإجابة التالتة. لأن احنا لو جينا شفنا هل المسل ثيكنس بتقل وانا داخله من انفانديبولال للإزمس؟ لا، ده احنا قلنا بتزيد. علشان ايه تزيد؟ عشان تديلي الدفعه النهائيه اللي هتيجي تزقلي الفيرتيلايزد اوفم ناحيه ايه النارو اورفيس على اليوترس. هل السيلياتد سيكريتوري سيل بيت توورد ذا يوترس؟ خلي بالك هو قال لك هنا حاجه، هي السيليا بتبيت توورد اليوترس، لكن السيليا دي مش على السكريتوري سيل، دي على الايه النون سكريتوري سيل. فخدت لي بالك من الحته دي وقعك في ايه؟ ها. ثالث اختيار ان الامبلا كونتين الماكسيمم فولد، صح فعلا الماكسيمم فولدز موجود في الامبلا عشان دي مكان الفيرتيلايزيشن. نتاكد برضو. رابع اختيار هل الماسكلوزا بتحتوي على انر لونجيتودينال واوتر سيركولر؟ لا، دي بتحتوي على انر سيركولر واوتر لونجيتودينال. اتفقنا شباب؟ يبقى كده خلصنا. Thank you. نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.